السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. يلا بينا نبدأ. ما هو اسم النبي الذي ذكر في القرآن بأنه ذو النون؟ من هو النبي الذي ضرب ملك الموت؟ من هو النبي الذي دعا الله أن ينزل مائدة من السماء؟ ما هي السورة التي تحدثت عن ولادة النبي عيسى؟ ما هو اسم النبي الذي آمن به جميع قومه؟ من هو النبي الذي ولد في بابل؟ ما هي السورة التي تبدأ بذكر غزوة بدر؟ من هو النبي الذي أمره الله بذبح ابنه؟ ما هو الاسم الآخر لسورة التوبة؟ من هو النبي الذي جاء بعد النبي موسى؟ ما هو الاسم الآخر لسورة محمد؟ من هو النبي الذي أمره الله بأداء الرسالة كاملة؟ ما هي السورة التي تتحدث عن قصة أصحاب الفيل؟ من هو النبي الذي رفع إلى السماء ولم يقتل؟ ما هي أول سورة نزلت بعد الهجرة النبوية؟ ما هي السورة التي تتحدث عن قصة مريم والنبي عيسى؟ من هو النبي الذي أمر بذبح ابنه ثم فداه الله بذبح عظيم؟ ما هو اسم السورة التي تتحدث عن قصة يوسف؟ ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن الكريم؟ من هو النبي الذي بكى بعد ملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج؟
ما هو الاسم الآخر لسورة الدهر؟